أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف العاشر. هذا هو الأسبوع السادس. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال هذا الأسبوع. كونوا معي. بداية، وكما تلاحظون في الحصة الأولى من هذا الأسبوع، سيكون درسنا هو الحروف الناسخة إن وأخواتها. لاحظوا معي أن الحروف الناسخة هي حروف تدخل على الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، فتنصب الأول اسماً لها وترفع الثاني خبراً لها، ولها معان تختلف من حرف إلى حرف: إن، أن، لكن، كأن، ليت، لعل. إن وأن التوكيد، لكن للاستدراك، كأن للتشبيه، ليت للتمني، لعل للترقب. إن العمل طاعة، شاهدت أن الله حق، الشمس ساطعة لكن الجو جميل، كأن الرجل أسد، ليت الشباب عائد، لعل الطائر يغرد. إن حرف ناسخ للتوكيد، العمل اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، طاعة خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بعد ذلك عزيزي الطالب، سننتقل إلى ورقة عمل شارحة. ستلاحظ أن الجزء الأول فيها يحتوي على شرح مفصل. السؤال الأول فيها: حدد الحرف الناسخ والمعنى المستفاد منه في الجمل الآتية. ستقوم بكتابة الحرف الناسخ هنا والمعنى المستفاد لكل حرف هنا. بعد ذلك عزيزي الطالب، سنحول الجمل الآتية من صيغة المفرد إلى صيغة المثنى ثم الجمع، ونغير ما يلزم. سننتبه إلى علامات النصب والرفع في المثنى والجمع، كيف تتغير من الفتحة والضمة إلى الألف والياء أو الواو والياء. ونعود للعمل في مشروع الوحدة. لاحظ معي عزيزي الطالب، لابد أن تعرف أن عناصر تحليل الأبيات الشعرية التي قمنا باختيارها في الأسبوع الماضي، وكيف نقوم الكتابة. المضمون هو تحليل الشعر، التزموا بالعناصر الآتية: عنوان القصيدة، ذكر الديوان الشعري، ترابط الأفكار، فهم المغزى من النص، والتصوير الفني وأثره. هنا لابد من مراعاة سلامة الإملاء واللغة. أقيم الشعر، أتتبع الانسجام بين عناصر القصيدة، الفكرة، اللغة، التصوير الفني، العاطفة، مدللا على ذلك من الأبيات. وأيضا لابد أن أبدي رأيي في الجوانب التي أعجبتني في القصيدة وتأثرت بها. في كل مرحلة وخطوة عليك أن تراعي سلامة اللغة إملاء وكتابة، استخدام عناصر علامات الترقيم وأدوات الربط المناسبة. هذا هو التقييم الذاتي، وعادة أنا أحب أن تعرف كيف سيقيم عملك لتستطيع أن تصوب أخطائك قبل أن تعطيني عملك. أحلل المقطع الشعري ملتزماً معايير التحليل التي قلتها لك، أراعي معايير الكتابة الصحيحة والإملاء السليم، أستخدم علامات الترقيم، أوظف أدوات الربط بين الجمل. وبالطبع عزيزي الطالب، سيلي ذلك أنك ستعرض عملك أمام زملائك. سنتحدث عن مهارات العرض التقديمي الفعال، كيف تقدم عرضاً تقديمياً ناجحاً، ما هي الأمور والتفاصيل المطلوبة منك لتصبح شخصية مؤثرة أثناء التقديم.
هذا هو عرض سريع لما سنقوم بتناوله خلال الأسبوع السادس. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.